اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب يا رب تكونوا بخير. شايفين العظمه؟ شايفين الجمال؟ معانا فطاير عطاسه تحفه جدا. بصي كل حجج معاكي، من غير عجن، من غير فرد، من غير تعب قلب، من غير ما تخاف ان العجينه تبوظ. شايفين الجمال؟ حاجه كده تحفه، وهنشوفها من جوه وهنشوفها، بس سخنه طبعا ما كناش عارفين نقطعها. هنشوفها مع بعض الوقت عامله ازاي، حاجه عظمه. طب السر ايه؟ احلام. استني يا ستي، امشي معايا خطوه بخطوه وانا اقول لك على السر، ما تستعجليش. ما عنديش فرن، هنعمل احلى فطاير. ما بعرفش اخبز اعجن العجينه وتبقى حلوه معايا. اخليكي تعمل احلى واطعم فطاير، مالكيش حجه. تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب ونبدا مع بعض. اول حاجه هنجهز الحشو بتاعها. انا كان معايا كده حته صغيره كده من اللحمه المفرومه، عملت عليها بصله وعصقتها وضفت عليها فلفل اخضر وطماطم، ولو انت عندك فلفل الوان ضيفي او حابه تضيفي اي اضافات تانية براحتك. الحشو ده اختيار، هديكوا حبه اختيارات كده للحشو. ممكن تعملها زي ما انا عملت كده، كنت في مره بعمل كفته فشلت حبه صغيرين خالص من اللحمه المفرومه، عملت معايا كام فطيره. هنشوف مع بعض برضو حته من صدر فرخه، وشلتها على جنب وعملت معايا احلى واجمل فطاير. ممكن تسلقي بطاطس وتضيفي عليها خضار وجبنه موتزاريلا وهتبقى معاكي تحفه جدا. ممكن تحشيها ببيض مسلوق وتضيفي عليها الجبنه الموتزاريلا وخضارك، هتبقى جميله جدا. ممكن تبقى جبن بس، الحشو ده اختيار. ممكن تحشي اي حاجه عايزه تحشيها، ممكن تحشيها بواقي اكل عندك من اللحوم او الفراخ، هتبقى معاكي جامده جدا. ودي كان معانا كام قطعه كده من صدور الفراخ، قطعناها زي ما انتم شايفين وضفنا عليها البهارات بتاعتها، ملح وفلفل وكمون وكزبره وبهارات فراخ، ونزلنا عليها زي اللحمه بالظبط بالفلفل والطماطم. وهبدا اخلطها كده مع بعض لحد ما ده كله يستوى معايا، ودي تبقى تاني حشوه معايا. يبقى اول حشوه عملت اللحمه المفرومه وضفت عليها بصل وفلفل اخضر وطماطم والبهارات بتاعتنا، ودي تاني حشوه معايا فراخ، صدور فراخ قطعتها مكعبات صغيره جدا وضفت عليها فلفل وطماطم. فاحنا بقى معانا احسن حشوتين ممكن تاكليها بالفطير اللي زي العسل دي. ممكن تحشي سبانخ، ممكن تحشي اي حاجه انت حباه، الحشو ده اختيار. كده جهزنا الحشوتين معانا، تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعملها ازاي. جبت اي احلام؟ جبت عجينه؟ لا ما جبتش عجينه، جبت جلاش. جبت لفه جلاش واحده، عملت لي الكميه اللي شفناها مع بعض في اول الفيديو دي. شايفين ما شاء الله. اول حاجه هنبدا فيها هنحشي مع بعض اللحمه المفرومه. جبت الفرشه بتاعتي كده ومعايا سمنه، وبدات كده امشي عليها كده بالفرشه، احط جبنه موتزاريلا الاول، وبعد كده احط الحشوه بتاعتي وفيها جبنه رومي مبشور. حطي نوع الجبن اللي انت عاوزاه والمتاح عندك، عندي ميكس جبن ماشي، عندك جيب اي نوع جبن انت عاوزاه. وهنكرر نفس الموضوع ده في كل ده، وهناخد ورقتين من الجلاش، بلاش ورقه واحده علشان ما تبوش معاكي، تبوش معاكي بسرعه. شايفين ما شاء الله معايا تحفه جدا وجميل. ما تاخديش ورقه واحده زي ما قلت لك، تاخدي ورقتين وتطبقيها، ومش هتاخد منك وقت خالص، وهنشوفها مع بعض زي العسل ما شاء الله. وحط الجبنه الاول الموتزاريلا، وبعد كده احط الحشوه. نسيت احط سمنه، وبين كل طبقه وطبقتين سمنه، وحط سمنه هنا وهنا وطبقي عليها. وهاتي طاسه على النار زي ما انت شايفه كده، وهدي عليها النار. طبعا احنا عندنا الحشوه مستويه وزي الفل، احنا بس عايزين الجلاش بتاعي هو اللي يستوي. ما شاء الله بقى معايا زي الفل وجميل جدا. هدي النار زي ما قلت لك علشان تطلع معاك النتيجه الجميله وما يتحرقش منك بسرعه، لانه طبعا هو رقيق جدا، لو عليت النار هيتحرق منك بسهوله جدا. الحشوات سهله وبسيطه وجميله، وطريقه اقسم بالله تحفه جدا جدا جدا. انت اصلا هتعتمد الطريقه دي، لو عملت الطريقه دي هتعتمديها. طبعا احنا شلنا الاثنين الاولانيين وحطينا بعديهم الاثنين اللي في الطاسه دول بحشوات مختلفه، يعني مره فراخ مره لحمه على حسب ما بتحبي، وطلعت معايا نتيجه جميله جدا جدا. وجه عليكي ضيف فجاه هتعملها بكل سهوله، وهتعمله العشاء يشرفك، وطلعت معايا بالنتيجه الجميله دي، طعمها تحفه 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 تحفه. جربيها وانت ما عدتش هتعجني عجين تاني ابدا، وهتعملها بنفس الطريقه وهتعتمديها معايا جميله. والجبنه سايحه وجميله ما شاء الله، وهنشوفها مع بعض حاجه كده تحفه.
لو استفدتوا معانا بالفيديو بتاع النهارده فما تنسناش بقى بلايك وشير للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناه علشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. ويا ريت يا جماعه ما ننسيش اللايك، اللايك بالله عليكم، اللايك اللايك اللايك. ويا ريت اللي دخل يتفرج علينا يشوف الفيديو كده يعني اقل ما يمكن 4 دقايق، وان شاء الله عشان المشاهده بتاعتك تتحسب، وان شاء الله لو كملت معانا الفيديو هتكون مبسوط باذن الله وسعيد وهتستفاد. والى اللقاء.